نعم الساعة واحدة. أستاذ محمود، ألو، تحياتي أستاذ محمود. ألو إذا سم... إذا سمعني، إذا سمعني كويس أستاذ محمود، بعد التحية قول لي آخر أخبار وكواليس مجلس النواب النهارده في جلسة عامة. النهارده في جلستين عامتين، جلسة صباحية وجلسة مسائية. صباح الخير أولا أستاذ شريف. صباح النور. على حضرتك وعلى يعني كل أصدقائنا الكرام في الإعداد وكل الناس اللي بيسمعونا. وبيتفرجوا عليه. أولا في جلستين النهارده، جلسة صباحية وجلسة مسائية. هل الجلسة بدأت ولا لأ؟ حتى الآن الجلسة لم تبدأ. الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس وصل من حوالي ساعة ونص أو ساعتين. وحاليا هو بيجتمع برؤساء الهيئات البرلمانيه للاعداد لوضع اللمسات النهائيه شان المناقشات المختلفه اللي المجلس هيناقشها، وعلى راسها ازمه نقابه الصحفيين. وكان الاستاذ مصطفى بكري وعدد اخر من النواب اعضاء لجنه الثقافه والاعلام قالوا بالامس انه سيتم المناقشه اليوم. ده الجزء الاول. الجزء الثاني من بين ابرز الحاجات ان النهارده النائب محمد الشورى. مين محمد الشورى؟ ده اسم جديد على البرلمان لكن اسمه مهم في البرلمان. ده خليفه توفيق عكاشه في دايره نابارو. ده اللي نجح في الانتخابات النهارده، اول ظهور رسمي له او اول ظهور علني له وشرعي داخل مجلس النواب. والجلسه ستبدا النهارده في ان يؤدي ذلك النائب اليمين او يحلف اليمين الدستوريه امام النواب الساعه 1 ان شاء الله. على الجانب الثاني، حضرتك عارف كان في من فتره كان في زياره للمناطق الحدوديه وزياره الحريه وشلاتين وزياره للنوب. صحيح. النهارده المجلس هيناقش التقارير المختلفه التي اعدتها تلك اللجان المكلفه من المجلس والتي زارت تلك الاماكن، وبيسمى تقارير المناطق الحدوديه. على الجانب الثاني، النهارده او الاسبوع ده تحديدا بقى علشان نكون واضحين، عندنا ست جلسات و22 لجنه. ست جلسات و22 لجنه. هل الست جلسات هيتموا بشكل نهائي ولا لا؟ المجلس واخد عهد على نفسه ان الفتره اللي فاتت كانت فتره راحه ال10 ايام اللي فاتوا، وبالتالي هيبدا يشتغل علشان ينجز عدد من القوانين والتشريعات المختلفه المعروضه عليه. من ابرز التقارير اللي هتعرض على المجلس زي ما قلت لحضرتك تقارير المناطق الحدوديه اللي هو كان وزاره الوادي الجديد وحريه بشلاتين وجنوب سيناء ومطروح والواحات، وهيناقشوا كمان تقرير خاص باللجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه عن بعض الاتفاقيات الدوليه اللي اتحلت للمجلس اللي الحكومه احلتها للمجلس، اضافه الى ان بطل الموسم او بطل الاسبوع بطل القضيه البطل من المناقشات الاسبوع ده هتكون قضيه الخدمه المدنيه. زي ما حضرتك عارف انه الجدل كان كبير على قضيه الخدمه المدنيه في الشهرين ثلاثه اللي فاتوا، والنواب اثبتوا رفضهم للخدمه المدنيه، وده كان اول تحدي للحكومه. الحكومه عدت قانون جديد للخدمه المدنيه وقدمته للبرلمان، والمنتظر انه يتم مناقشته الاسبوع ده واتخاذ قرار نهائي للاسبوع ده. على الجانب الثاني، عدد من اللجان الاخرى زي مثلا لجنه شؤون العربيه اللي بيترأسها اللواء سعد الجمال رئيس دعم مصر ورئيس لجنه شؤون العربيه واحد اكبر الاعضاء سنا او كما يسموه في البرلمان شيخ البرلمانيين. اللجنه دي بتناقش وضعين، بتناقش الاوضاع في ليبيا وبتناقش الاوضاع في سوريا. وعايز احيي حضرتك والناس والساده المواطنين اللي بيسمعونا انه اللجنه دي استضافت الاسبوع اللي فات بالتنسيق مع لجنتين اخريتين استضافوا وزير الخارجيه، وزير الخارجيه اتكلم عن قضايا كتير تتعلق بالسياسه الخارجيه المصريه. على الجانب التاني برضه من بين سلسله الاجتماعات المختلفه اللي الناس هيتكلموا فيها، بالامس كان في مناقشه في لجنه الصحه عن العلاج على نطق الدوله، وفي خبر كده خرج للاعلام ووسائل والصحافه انه النواب وافقوا ويعني وايدوا قرار الغاء العلاج على نفخه الدوله. في ناس ما فهمتش القرار ده وفهمته بقرار سلبي، قالوا لا طب ما كده ضد المواطن الفقير. فطلع النهارده ومساء امس في وقت متاخر توضيحات من الساده النواب اعضاء لجنه الصحه، قالوا فيها يا جماعه انه الغاء العلاج على نفخه الدوله لانه للاسف الشديد خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا العلاج على نفخ الدوله لم يكن يخدم المواطن الفقير، ولكن كان بيتم اللعب في الاوراق بحيث ان واحد مقتدر بيعالج على نفخ الدوله، وان الغاء العلاج ده في اطار تحسين المنظومه الصحيه والبديل قانون التامين الصحي. بالظبط، والبديل قانون التامين الصحي ان يبقى في مظله كبير. برضه مش عايز اكون غايب عن الحدث الاهم والاساسي استاذ شريف. الحدث الاهم هو استشهاد عدد كبير من افراد الشرطه في حلوان الله يرحمهم يا رب. صحيح. نحسبهم عند الله شهداء. اللهم النهارده لجنه الزراعه مثلا النهارده بداوا جلستهم الصباحيه انهم وقفوا دي احداد على روح الشهداء ربنا يرحمهم ويغفر لهم. طيب لجنه الزراعه بقى نفسها هتناقش ايه؟ قبل الزراعه طيب كانت معايا دلوقتي النائبه دينا عبد العزيز، قالت لي ان هي هتتقدم ببيان عاجل النهارده
علشان موضوع استشهاد افراد الشرطه او مناء الشرطه وضابط الشرطه النهارده. في بيانات تانية النهارده ولا هو ده البيان الظاهر؟ لا انا عندي مش بيان بقى، انا عندي تصريح مهم للنائب مصطفى بكر بيقول فيه ان الحادث بيكشف اختراق الشرطه، لانه في من ابلغ الارهابيين بتاع حركات الشرطه بكل بساطه. نمسك المعادله واحده واحده، بتتكلم على افراد شرطه بيرتدوا لبس مدني وراكبين عربيه ميكروباص عاديه، لا راكبين عربيه شرطه ولا لابسين لبس ميري، لبس الشرطه. من اين عارف الارهابيين خط سيرهم وعرفوا ان العربيه دي فيها افراد شرطه واستنوها عند 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 منطقه معينه واطلقوا النار عليها حتى انتهت باستشهاد الجميع؟ ده معناه او ده بيرجعنا استاذ شريف للي حصل في شبرا او للي حصل في القناطر. حضرتك متذكر رئيس مباحث اسم شبرا الراجل اللي كان نازل عشان يعمل حمله امنيه ففوجئ، وكان نفس القصه لابس لبس مدني وراكب عربيه ميكروباص عاديه، ففوجئ بثلاث موتوسيكلات، الثلاث موتوسيكلات عليهم ثلاثه من الارهابيين البلطجيه والمسجلين خطر بيطلعوا عليه، واستشهد هو وطاقم الامن اللي معاه، افراد الامن اللي معاه كانوا امراء شرطه ومخبرين سريين. والقضيه دي كانت حوالي مثلا شهر ونص شهرين، بعد شهر بالتمام والكمال اكتشفنا لما الدوكش اتقبض عليه او اتضرب واتقبض عليه واتحاصر وقرايبه اتحاصروا في منطقه الجعفره والمثلث الخطير اللي هناك ده، اكتشفنا انه الراجل في اعترافاته قدام النيابه بيقول انه كان في ضباط متعاونين معايا وكان في افراد امن في مديريه امن الاجيوبيه متعاونين معايا وابلغ عن الاسماء، وفي ضباط تم احالتها للاحتياط. بالظبط، مدير امن الاجيوبيه طلع حال الناس للاحتياط وقدم لهم المحاكمه الجنائيه. ده معناه علشان نكون واضحين ومنطقيين في الكلام اللي بنقوله، هل الشرطه بتقدم تضحيات؟ نعم، فوق راسنا ولازم نقف جنبهم وكتفنا في كتفهم لان دول الحصن الاساسي والوحيد لينا، لكن على الجانب الثاني لازم كلنا نحط ايدينا في اي بؤره فساد ونعلم على اي حد بيحاول يسرب معلومات لاي فرد ارهابي علشان يقتل اشقائنا في الشرطه. وبالتالي الاهم هو اللي النواب بيعملوه، اللي دينا عبد العزيز بتعمله، واللي الاستاذ المحترم مصطفى بكري هيعمله بشان سؤال وزير الداخليه او بيان عاجل لوزير الداخليه حول ما اذا كان هناك معلومات عن وجود عناصر خائنه داخل جهاز الشرطه من عدمه. تمام، عايز يعني اقول معاك خبر ان المستشار بهاء ابو شوقه رئيس اللجنه التشريعيه بمجلس النواب اقترح الحقيقه مبادره لحل ازمه الداخليه والصحفيين اللي اندلعت في الفتره الماضيه على خلفيه دخول قوات الامن للنقابه للقبض على 2 من الصحفيين المطلوب احضارهم على ذمه القضايا او واحده من القضايا. مستشار بهاء ابو شوقه الحقيقه قرر التبرع بالدفاع عن الصحفيين المحبوسين استنادا الى مبدا ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. دي مبادرات ايجابيه من خلال ما لمسته من كواليس تحت قبه البرلمان ومن اراء النواب، هل لقت صدى ايجابي من وجهه نظرك؟ استاذ محمود، علشان نكون واضح في الاجابه، في نواب بيقولوا تصريحات عن ازمه نقابه الصحفيين، لكن في نواب بيقودوا مبادرات. نموذج المستشار بهاء ابو شقه هو شخص يقود مبادرات، ومن ثم مبادرته بالدفاع عن عن المنسب اليهم اتهام عمرو بدر ومحمود السقا، ومبادرته بان يكون هناك وساطه وتفاوض ما بين وزاره الداخليه ما بين نقابه الصحفيين هي مبادره طيبه. واعتقد ان المبادره اللي اكتملت بتدعيم من الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، وبتدعيم من رئيس لجنه الثقافه والاعلام في المجلس الاستاذ اسامه هيك، وبتدعيم من نقيب الصحفيين نفسه الاستاذ يحيى قلاش، وبتدعيم من مجلس الوزراء المتمثل في المهندس شريف اسماعيل، احنا كده بنتكلم عن حل سريع للازمه، لان الازمه خدت حيز اكبر من حجمها، اكبر من حجمها. وللاسف الشديد بقى في حاله من اللغط المستمره عن كل التصريحات المتبادله، وبقى في تلاسم ما بين الطرفين. الحل الوحيد هو ان احنا نمسك في مبادره المستشار بهاء ابو شقه، اعتقد مبادره محترمه خرجت من رجل محترم مشهود له بالكفاءه ومشهود له بانه يدخل للوساطه مش للشؤون الاعلامي. فاعتقد ان لو اكتملت هيكون ليها رد فعل مهم وهيكون ليها نتيجه ايجابيه على ارض الواقع. على العموم هنتابع معاك كل المستجدات وكل الكواليس المتعلقه بالبرلمان والنواب ومبادراتهم وبياناتهم وطلبات احاطتهم. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع برلماني.